هذه الكهرباء نتاع سيف الدين مخلوف فيها توا هاي الكهرباء ريتوها، هذه كهرباء سيف الدين مخلوف، احنا تو في مجلس النواب. هبط منها العفاس سمعني الكلام، تو نحن في بهو مجلس النواب. هذه عصابة، هذه ناس ما تحترمش لا شعب لا حد شيء، تو هاوينو ريتو سيف الدين مخلوف ومعاه العفاس على الكلام اللي قلته له البارح، واللي هو بالحق ما يجيش طبيب وما ينجمش يكون أمانة باش يعدي على مرأة تونسية. تو هبط سمعني الكلام ومشى. أهو لقاوني وحدي لبرا، اليوم وليت خوف أنك تخرج لبرا مجلس النواب ينجموا يضربوك، ينجموا تصير حاجة. وهذا الكلام اللي قلته البارح، أنا قلت رانا وصلنا لمرحلة وأنه ربما واحد يزم يعمل كاسك باش الناس ما تضربوش. أو كريتو يا توانسة، أنا خرجت نجيب في أوراق من كرهبتي، هاكم ريتو نايب يتهدد على نايب، والحل اليوم أنه على رئيس الجمهورية أنه يتدخل. الأمور ما عادش فيها ما يتسكت، الأمور ما عادش تعجب، نايب شعب يتهدد على زميله بدون مبرر، بدون حتى سبب، هذا ما يليقش وماهوش معقول. فهمتني؟ هاي سيدي إيش ما زال توا؟ جيت كرهبتي باش نهز أوراقي، السيد ولا هبط يسمع فيه الكلام وباش نطيح لك قدرك وباش نعمل لك. ايش مازال؟ المرة الجاية واحد يخرج من مجلس النواب يزمه يعمل اسكورت، فهمتني؟ ويزمه، فهمتني؟ هذا اللي صاير. اهو. اوكي؟ ايش مازال؟ ايش مازال؟ عصابة باندية جاي. ما تؤمنش بالله. يا احمد توا وكذاك زاد تلاف الكرامه، ريتو كيفاش زعمت خلفيه بالكرامه ريتو ولا ولو اني ان شاء الله يكون على حسن نيه ويفدلك، اما انا ما نفدلكش مع الناس. هاك مريتو الشيء، اش قولكم؟ اش مازال؟